ان شاء الله سير العراق. سيدنا شاهدت لك مقطع على اليوتيوب تقرا قصيده وجدانيه وبكيت. انت بكيت على حبيبتك؟ تبكي على الحبيبه انت؟ عاطفي؟ انا السؤال سالته اعتذر، بس شاهدت لك على اليوتيوب تقرا وتبكي. انا اعتذر عذرا، بس قالوا لي يمكن حبيبتي عايفته وجهي اسئله. انا اعتذر، بس هذا من ضمن الاعداد. تبكي بالقصيده تقراها عن الشوق. انت يمكن شفت كل مقاطع لابس اسود. يعني والله اختي توفت. والاخت عزيزه. اعتذر. انا ظنيتها الاخت عزيزه، خاصه اذا كانت يعني اذا كانت كبيره فهي مثابه الام او الام الثانيه. اذا كانت صغيره فهي تكون صديقه. انا اعتذر جدا. انا ظنيت انه قالوا لي قريتها لحبيبتك. مو بس انت، كل بالتواصل هم دائما يسالوني. يمكن انا لمده سنه هسه قريب على السنه مالتها لابس اسود، ما ذاب بالاسود. الاخت اكيد الله ربي يرزقها الفردوس الاعلى. والاخت يعني حاله حال الام، بمعزه الام. الاخت عزيزه افترت الدنيا شلون فره وصارت الحلوه هواي مره. اي شوفني انا ابتسم وهذا، بس بالقلب حرقات يعني. خلنا نقرا هالقصيده شنو كانت؟ يعني القصيده قريتها بقتها، بس ذكرنا بيها. اقرا ابيات. اي ما اكو ابيات حسشه. تقول افترت الدنيا شلون فره وصارت الحلوه هواي مره. اي في افراق الحبايب فلك طره. اوه انا عندي ثمان خوات. الله يحب. بس علاقتي بهن مو مرات يقول واحد يطلع يقول انا اكثر واحد يحب. ما حد يحب العراق بقدي. كل ما حد يحب خواته بقدي. بس اليوم الاخت احيانا احنا نظلمها انه ما نسال عليها، هي متزوجه مشغولين بامور الحياه. سيدنا ايش تنصح الناس؟ الاخت عزيزه وما تتعوض، وانا اتمنى من الشباب ومن المتلقين ان يتواصل ويا اخته سواء كانت وحده او عشره، ولا ينساهن يعني، ولا يهمش دورهن. والاخت باي شكل من الاشكال هي عزيزه، ويواصلهن حتى لو بتليفون، ما ينساهن. سيدنا احيانا ياخذون حق الاخت بالميراث. انت شو تقول؟ والله استاذ احنا انت اذا تناقشني كعلم وحد يعني كدين وحد. وذا تناقشني كعرف، والعرف يعني العرف ظالم. العرف ظالم كما يعبرون العلماء، العرف امات السنه. اكو امور اعتاد عليها المجتمع ما خلت قيمه للدين، ويقول لك كذا وانا ما اطل النسيب، وانا شنو اللي هذا مات؟ انا جاي هاي اختي، وللذكر مثل حظ الانثيين، ومثل ما الولد عنده الى 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 حق، البنيه ايضا لها حق. ما يعطوها الميراث، ما يسيدون عليها. شارع الاسلام رفقا بالقوارير، رفقا بالكذا، والمراه قهرمان. هاي المراه سواء كانت الزوجه او الاخت او، فما اتمنى يعني المراه اليوم عندنا احنا مجتمع ذكوري، سواء كان اليوم عندنا الاخت او الزوجه مهمشه، مو يعني مهمشه، فلازم يعني يصير تواصل. ما اهمش دورها، ما اهمش حقها، ما اخذ حقها. احسنت. يعني مرات من باب الحياء البنت ما تطالب او الاخت ما تطالب بالميراث، بس انت لازم الانسان يكون يعني حتى لو كانت ما محتاجه يعطيها حقها. وحتى يعني مرات الولد احنا نشوفه مثلا ما عنده هذا بحث اخر، او يفتقر الى ابسط مقومات المعيشه بحث اخر، والبنت مثلا امورها وضعيتها حالتها المعيشيه طبيعيه. صحيح. بس لكن اذا كانت هي محتاجه، اذا كانت بعوز، اذا كانت